بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام لجميع الجزائريين والجزائريات اللي عايشين في الجزائر وفي الخارج. جزائر في الاول نازوري تيري تيريين اي عايشين دي مورس كل غربا بونجور سالو تو لي زانجيريان زانجيريان كي فيون لانجيري اي التونجي. يا خوتي، بعض يعني بعض الاحداث في بلادنا، يعني الناس اللي يقول لك هما بدات يعني في السيستم في الحكم يقول لك احنا وطنيين، احنا الايادي الاجنبي، يتهموا توجور واحد يعني لوغز ادفيرسير كيما يقولوا، يعني توجور بلي عندهم ايادي اجنبيه يدعم فيهم هذه البلاد، يدعم هذه البلاد، شورتو هما يقول لك فرنسا، وهم على بالهم بلي هاد الاشخاص ما مدعومين من اي جهه سياسيه، من اي جهة، من اي بلد، هما اللي مدعمين من البلدان هادو، مدعمين. وحتى رئيسهم لا دوزيام فوا يروح لفرنسا، واش من فرنسا؟ الفار دو غراس، يعني لوبيتال ميليتير، وهذوك العسكر اللي عذبوا اللي قتلوا شحال من الملايين من الجزائريين. انا ما نقولش مليون، لان لو كان نحسبوا من 1830 الى 1962 او ماشي مليون ولا، لان 1845 يافي ماساكر في جهه الله اعلم جهه تيتري يعني بليدا الى اخره، ماساكر دون تريبو 20000 بيرسون تنهار 20000، يقول لي مليون ونص، انا ماشي مليون ونص، لازم التاريخ يتعاود، لان اللي دار التاريخ هذايا داروه ولاد فرنسا، ولاد فرنسا يدافعوا على بلادهم فرنسا، وهذا يروح للاخر كما قلت، يعني ان اوبيتال ميليتير اللي عذبوا الاف لهذيك فرنسا اللي ما يتمتش قيمه للجزائريين، الجاليه الجزائريه في فرنسا، هذيك فرنسا اللي عذبت اللي قتلت، نروح ليهم ونداوي ومن بعد يجي الجاي يقول لك كذا، وقال لك هذيك يعني يبروف لا بوي بلي خرطي كاع، يعني هذاك فرنسوا هولندي نا با دوموندي ديكسيوز التليفون طابت لانو، ما كاش منها، ها وراح ليه تما، هذا الشخص ما عندوش نيف، هذه هي ما عندهمش الروح الوطنية كما قالوا هما، يقولوا روح الوطنية وما ما عندهم أي روح وطنية، وعندهم الروح المال وروح الجيب يعمروا جيوبهم، هذا ما كان. نولي للآخر، في الفان دي غراس كانت لا فوتو وراوه، يعني ما يقدرش يرفد ستيلو، كيف هذا ما يقدرش يرفد ستيلو، يسيني على دي ديغري تاع لي فينونس تاع يعني حاجة مهمة في البلاد تاع القضاء، تاع يقدرش يمين با، يعني هذيك لا سيناتور 100% مزيفة، يعني فالسيفي. انا نقول هاد الناس لي بروكيور، على باسكو لي بروكيور ولا تشفاو لافير تاع شاكيب خالد داروا طنطان وحش، ومن بعد هذاك البروكيور اللي قال بلي خرجنا الموند انترناسيون هي ما قاش منها، حاوزوه جابوا واحد تاعهم، دوك بروكيور تاع اللغه تاعهم، مجلس القضاء تاعو، قبيله تاعو كيما يقولوا. شوفوا كيف تمشي الاحداث يا خوتي، وكيما قلت لكم مانيش فاهم على الاخرين، ولا احنا ما كيما قلت، وزين عودها هذه نهضرها باسكو ما مدوناش لا بوسيبيليتي دو سيكسبريمي في لوخ في تيليفزيون الجيريان ولا في الراديو الجيريان ولا في اي لوخر. سي بور سا نديرو هادو لي فيديو باش ماشي اون فابا اكليري لي شوز، ماناش كيما قلت فيلسوف ولا، لكن نهضرو حسب فهمتنا للناس باش يفهمونا، لان في الجزائر le problème le premier problème c'est on n'a pas la culture de la discussion كيفان on va discuter كيفان خرجوا كيفان يكون عندنا كي نهضروا يكون عندنا لو ميم بوت كيما يهضر تهضر المعارضه ولا يهضر الحكم لازم نخرجوا بنتيجه هو حب الشعب
وحب الوطن، لكن كي يشوفوا الحكم يقول لك هادو هادو كيما يقولوا مدعمين من الخارج وكذا، هما ما عندهم اوكين بروف. كما قلت لهم حركة رشاد، عندكم دي بروف يا خويا، مدوهم باللي هاد الحركة مدعمة من الخارج، الشعب ما يتبعش. حتى في الجزائر راهي مغروسة دوك، هما ما عندهم اوكين بروف. هو يلفون كما قال اخونا توفيق دوبلكانو، عنده الحق على لافير تاع معتوب، يلفو سالير ليماج دو شونتور. هادي حتى هادو يفون سال، يلفو سالير l'image de du mouvement Rachid. Ils vont le salir. علاش بهادو قالوا هما ما عندهم aucun preuve. وهادي شي gratuit كيما يقولوا. Les accusations gratuites. بالمقابل المعارضة الجزائرية كي تهدر، باسكو حنا نميزو، ماني مع هادو ماني مع هادو، نميزو. كي نشوف المعارضة الجزائرية من 62 أحداث، من 62 إلى يومنا هذا، يقول لك افيك تي بروف. حتى اللي كانوا في الحكم هضروا قالوا بلي سرقوا داو كداو لي زافير. باسكو في الجزائر كما قلت وزين نعاودها، سي كونتون دي لانديبوندونس، عندنا دي بليونير. من أين لكم هذا؟ من جو هاد الدراهم؟ كيف عشان كانوا 10 سنين ولا يقول لك موستاش وداروا هاوليك، واش خرجنا هو 10 15 عندنا دي ملياردير. خليفة باباه كان مع الماغ يعني المخابرات، اكسم ولا واسمها سيكوريتي ميليتار وكذا، مع بوشوف ودوك، يعني مخلطة كاع، ليس لمصلحة الشعب، ليس لمصلحة الشعب. احنا نشوفوا مصلحة الشعب، ومصلحة الشعب هي الأولى بناء المدارس، مدارس للأجيال. هذه هي سي لاباس، لاباس تاع أي بلاد. كما قلت وزين نعاودها، لو جابون إلى ألمان في الحرب العالمية الثانية، يخي ريبوها كاع، ريبوها. واش داروا؟ لا بريميير شوز اللي داروها بناء المدارس. وشوفوا دوكا وراي جابون واسمها الألمان، وشوفوا وراي الجزائر. احنا رانا في الذيل الأمم، في الذيل، يعني رانا في المؤخرة، ما عندنا أوكين إديوكاسيون. كي نشوف المدارس الجزائرية مليارات دي مليار، بناو نوتوروت تاع شحال مليار، ابري 2 راب لهم لو تونال تاع جبل الوحش في قسنطينه، يقول لك درنا على هذوك الدراهم تاع لوتوروت الى مدارس، لان كاين ولادنا هم يمشيو شحال كيلومترات ابي بالحمار، حاشاكم يا خوتي، الحمار هم يمشيو به يروحوا للمسيت. سي غراف هادية. تسمى الشعب ما داش الاستقلال، مازال الشعب في العبودية، ومدونا ليماج بلي الديمقراطية في الجزائر عندنا دي، ما عندنا اي ديمقراطية، ما عندنا والو. علاش؟ حتى شونتور خونا لطفي دوبلكانو، اي طنطانة حس عليه دوك. علاش؟ كاين اشخاص، قاس اشخاص في الحكم، سورتو لا فامي تاع طاب جنانو 100% قاسهم، هم عقابو دوك. حتى في الاخر احد الجرائد المفرنسة اللي يقول لك الديمقراطية الى اخره تاع واسمو ربراب، هم كتبوا عليه. يعني لطفي دوبلكانو لو رابور كي دي راب، البروكات سلال ميبريز لي فام يجو ام مفتي. ها بس شوفوا يا خوتي، هام هاد الجرنان على بنا كاع تعبن، والاي يعني التوجه السياسي تاعو
اللي كان ضد يقول لك حرية التعبير والاخر. هاو هذا شونتور عبر هدر. هاو لي برومي اللي يهدر عليه سوسون دي جورنو اللي كانوا يقول لك ديما كيما خالد مسعودي اللي كانت معاهم يعني تاهي بدلت على باسكو باش شوفوا يا خاوتي الا لوتري دو بركانو الا توشي مي لا مينيستر تاع واش من مينيستر معناتها خالد التومي حتى الاسم بدلاته كانت خالد مسعودي بدلاته اسمها دوك خالد التومي باش عمبالها الناس ما يعرفوهاش. الاخر هيا الاتاك لوتري دو بركا اي بورتون لا ديرنيير فيديو تاعو سي لوجيك واش هدر هدر على على الموت على الموت تاع واسمو الله يرحمه معطوب الناس اللي قال بلي كان ضد الحقرة وحقيقة وهذا الشخص ماهوش باسكو علاش لطفي دوبلكانو حب يوحد الشعب يعني ما كاينش فريقة هذه قبايلي هذه هدر حقيقة مشكل ومن بعد هما يفون اتاكي علاش هما حبوا لا ديفيزيون باش يحكموا هما لا تيوري دو نو مانشو مانشكي نوليو ليها نوليو ليها تما حبوا هادي اون بروف كونكريت الا اتاك اون بيرسون. انا نقول له حاجه نقول للشونتور هذا الخونا لطفي دو بلقانو يفو با سي ديكوراجي كاين رجال كاين كيما يقولوا كاين رجال كاين رجال موراك وكاين احرار الجزائر وامثال معمره في الجزائر سواء في الجزائر سواء في الخارج كاينين وهضر ونهضروا وما نخافوش لان الحق الحق يخافوه كاع الناس حتى هادو في الحكم لان كيما شونتور يهضر بالتعبير بستيلو زعزعهم او يزعزع فيهم علاش لان المد ان اكزومبل تاع احد المغنيين الكبار في عهد الاشتراكيه هو تاع واسمو اللي معروف حتى الجروب الدبزه اللي كان ممنوع في الجزائر الجروب دبزه غنوا عليه هو لو شونتور تاع شيلي فيكتور خارا قادرين تشوفوه في اليوتيوب وتشوفوا ما الضربه تاعو افيك ديمو حبط سي غراسا لوي غراسا لوي بدات الثوره في شيلي وحبطوا بينوشي سي غراس ا لوي اش بريسيس سي غراس ا لوي ا فيكتور خارا باش تشوفوا افيك ديمو باسكو لا ديكتاتور كيما يقولوا سي اون ميزون كي كونستويز افيك لارجيل ولارجيل كي تصب الشتا بزاف يروح الشاش تاعو ماشي صحيح سي سا البوفوار هادو هما ماشي صحاح لان ما عندهمش كيما قلت في بلادنا ما عندهمش لغه التحاور لغه يعني اللغه الواضحه واللغه اللي يقنعوا بها الشعب الجزائري حقيقه. ونقول لكم يا خوتي قبل ما نوجه نداء نقول لخونا صالح تاع لندن يا خويا يعطيك الصحه على لي فيديو راك ديروا فيهم وحقيقة هذه هي الوطنية هذا هو حب الجزائر وحب الشعب ليس حب الحكم ولا راني كيما قلت وزين العودة كيما يقول هو كانيت ما اون فا با سي با دو كريتيكي بور كريتيكي رانا اون دي دي شوز تما يضرنا قلبنا كي نشوفوا هذه الاشياء. وكاين ناس يقول انا الله يذكره علاش على خير الشيخ بابا اللي يقول يا دي جون كي زون اون كونسيونس فيفونت يا دي جون كي اون اون كونسيونس مورت يعني اللي عندهم ضمير حي وكاين اللي عنده ضمير ميت. وان شاء الله يكون عندنا حنايا يا خوتي واللي يسمعوني يكون عندنا ضمير حي باش نتوحدوا وباش نخليو هذه لي كريتيك الى اخره باش نشوفوا une vision lointaine باش الجزائر تكون احسن بلدان في العالم ونكونوا بالاتحاد تاعنا مهما يكون الاتجاه السياسي تاع الشخص مهما يكون الشخص هذا نكونوا موحدين
والجزائر تكون لاباس ويكون تكون الجزائر لاباس. يعني نقول الجزائر هو الشعب، الشعب الجزائري كيكون لاباس. والحمد لله. ونقول لكم يا خوتي السلام عليكم، لا بروشان ان شاء الله.